احتفل عدد من مكاتب الدفاع المصرية بالخارج بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وخلال الفعاليات تم استعراض المسيرة الحضرية للجيش المصري عبر التاريخ ودوره الباسل في استعادة الأرض وإقامة السلام. احتفلت عدد من مكاتب الدفاع المصري بالخارج بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وخلال الفعاليات تم استعراض المسيرة الحضارية للجيش المصري عبر التاريخ ودوره الباسل في استعادة الأرض وإقامة السلام، وهو ما تم تجسيده عمليا في نصر أكتوبر العظيم، فضلا عن استعراض مهام القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للذود عن الوطن وصون مقدساته. كما تضمنت الاحتفالات عرض أهم الإنجازات التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في التنمية الشاملة في مختلف المجالات. وأكد ملحق الدفاع المصري بالخارج على أن هذه الاحتفالات تعكس عمق العلاقات العسكرية المشتركة مع دول الاعتماد. وأعرب عدد من أبناء الجاليات المصرية المشاركين في الاحتفالات عن اعتزازهم بانتصارات أكتوبر المجيدة. أنا فاكر اليوم اللي مصر عبرت في القناة، كان يوم تحولنا من اليأس للأمل، من الضعف للقوة. الأمل والقوة والفخر اللي الجيش المصري حاطه فينا لما عبر القناة لسه مستمر معانا لغايه دلوقتي. احنا بنفتخر بالجيش المصري، ودلوقتي الجيش المصري اقوى من 73 الطاقه 10. يوم عظيم جدا ويوم فارق في حياتنا كلنا كمصري. في ذكرى اكتوبر المجيده واحنا بنحتفل بانتصارات اكتوبر كل سنه كعادتنا، وهنفضل نحتفل دايما، فاحنا بنحتفل بسبب شهدائنا. شهدائنا اللي ضحوا بارواحهم واختلطت دمائهم بتراب سينا، علشان احنا دلوقتي نعيش الفرحه اللي احنا عايشينها، ونعيش دايما فخورين وراسنا مرفوعه على مدى السنين.